غدا كيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام بشارع مولاي اسماعيل بمدينه الدار البيضاء، مجموعه من رجال كيقوموا بهذه الوقفه احتجاجيه كيطالبوا من خلالها الحقوق ديالهم، الحقوق البسيطه ديالهم للشركه اللي كيعملوا فيها لمده سنوات تملصات من هذه الحقوق. معنا ممثل على الشركه. السلام عليكم. خويا الاسم ديالك والصفه داخل الشركه وتفضل المطالب ديالكم. الاسم ديالي الدو عزيز، المسؤول في المكتب النقابي. تفضل. هاد الشركه ديالاش بعدا باش يعرفوا؟ هاد الشركه هادي كتخدم الجلد. كتصايب الجلد؟ كتصايب الجلد. اضعف عامل فيها تقريبا ضارب 15 عام. 15 عام. اضعف واحد كاين 15 20 25 30 30 قريبا 40 عام. المهم حنا دابا السيمانه الرابعه اللي حنا دابا الاحتجاج ولا من موجود ما كاينش. شنو علاش كتحتجوا؟ كنحتجوا على الصحه. ما كايناش التغطيه الصحيه. ما كايناش التغطيه الصحيه. ما كاينش لاكيس. حتى الضمان الاجتماعي ما كاينش. الضمان الاجتماعي يعني وليداتكم ما كتخلصوش عليهم. مو ولاكيس كيتقطعوا لينا من الاجور ديالنا وما تيتخلصش المده ديال عامين دابا. وهذاك المده كان كيتقطع لكم. بطبيعه الحال ديما تيتقطع لينا ولكن كتحسنا باش عرفنا هذه المده ديال عامين بانهم تيتقطعوا لنا من الاجور ديالنا وديك المساهمه الشهريه وما كتخرجش. شنو مطالب اخرى؟ المطالب الاخرى هي حتى لاسيرونس ما كاينش. ما كاين لا تامين لا والو. يعني لو وقع له شي واحد شي عطاب ولا ضرب ولا شي واحد. كاينين الناس دابا بان كاين اللي ولا يدير دياليز ثلاثه الحصه في السيمانه. السيد ضاربوا الطونسيون راه لحد الان باقي في الدار ديالو لمده ديال ثلاث شهور. واحد اخر ضربوا طاكسي تسخر عندهم في الدار ديالهم همايا راه هو مليوح مسكين يعني خاصو العجز. واحد اخر تا هو مضروب طايحه عليه باب على رجله ولا هذا تا هو العظم عوج ليه الرجل ديالو وما لقاش لاسيرونس باش يكمل العلاج ديالو. وهذا الشيء اللي واش غنقول لك. واخا حاولتوا تتواصلوا مع الاداره؟ وصلنا كان والو لا من موجي والو والو. علاش سلتوهم؟ الدكتور ترافاي تيجي عاليوم جا. تيصوني في التليفون ما تيجيو، التليفون تيصوني وما تيجيو. دابا انتم حابسين العمل؟ العمل كاين. كتخدموا؟ كنخدموا. والوقت اللي الوقت اللي كتسالي وتخرجوا؟ كنساليو مع الربعه كنخرجوا كتخرجوا تحتجوا. شنو الرساله اللي تبغوا توصلوا للمسؤولين باش يدخلوا على الخط ديالنا؟ صيفطنا جميع الرسائل ديالنا على ديك اللي صيفطتوا. شنو هما الادارات اللي راسلتوا؟ باش يتحملوا مسؤوليتهم؟ وهي العمل. هي اول وحده. المندوبيه. مندوبيه الشغل. مندوبيه الشغل. زائد وزاره الداخليه. زائد وزاره الصحه. وزاره التشغيل. هي راسلنا حتى شي اداره من هذوما جاوباتكم؟ لحد الان ما كاين والو. قلت لك كاين بالنسبه للسبيكتور ترافاي جا كيجي ولكن ما كاينش شكون اللي كيتواصل. ما كاينش اللي يهضر معاه. ما كاينش اللي كيتواصل معاه قدامنا بعدا ما كاينش. المهم حنا ملي كنكون ملي كيكون قدامنا راه تيصوني التليفون تيصوني وما تيجي. كنا كاع في جلسه عند المديره ديال المندوبيه وكتصوني وهما كيجاو. شنو هما زعما كيعتبروا راسهم فوق القانون؟ ما عرفتش. الناس ما خافوا لا من الله من عندهم. انسان ضارب 30 35 عام 20 عام لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا. نتمنوا بان هذه الرساله توصل سواء للمسؤولين او هاد الناس ديال هاد الشركه ويتفاعلوا معها ويسويوا الوضعيه ديال هاد الناس اللي واقفين رجال ونساء واقفين باش يطالبوا حقوق بسيطه ديالهم. صافي صافي كملوا في الوقفه قول لهم يكملوا. نتمنى بان الرساله كيف ما قلت مشاهدينا الكرام توصل. شكرا لكم على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم. بغيتي تتكلم اخويا تفضل. هو غاتكلم على المشاكل والادارات اللي راسلتو. شنو الرساله اللي تبغي توصل؟ كنطالبوا بثلاثه حوايج عندنا. تفضل. عندنا لامو عندنا لا كيسو ولا سيرونس ديال هادو كلهم ما عندكمش. وعندنا الاجره ما عندناش ما كنتخلصوش دابا. شحال هادي انتم ما كتخلصوش؟ دابا شهر 10 ما تخلصناش فيه ومن فقط المالي ديال الكونتي ما كتخلصناش. باش يعيشوا هاد الناس اللي ما تخلصوش؟ سير حنا دابا درنا صيفطنا دابا للمندوبيه استجبت معنا ولكن العماله باقا ما استجبت معنا وباقا ما كاين حتى حاجه. حنا دابا كنراسلهم وباقا ما حتى حاجه ما كاينش. نتمنوا بان عامل عماله عين السبع الحي المحمدي يدخل على الخط ويتجاوب مع هاد الناس في اقرب وقت ممكن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.